تعد مصر واحده من اهم الشركاء التجاريين للهند في القاره الافريقيه وشهد حجم التجاره البينيه بين القاهره ونيودلهي طفره كبيره خلال السنوات الاخيره وخلال عام 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري لنحو 7.26 مليار دولار بزياده تخطت 75% من عام 2020-2021 مصر على مدى العقود الماضية واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الأفريقية خاصة بعدما دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في مارس من عام 1978 وزادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية حجم التجارة البينية بين القاهرة ونيودلهي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فخلال العام المالي 2021-2022 ارتفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 7 مليارات و260 مليون دولار بزيادة تخطت 75% عن العام المالي 2020-2021 آخر الأرقام الرسمية أكدت ارتفاع الصادرات المصرية إلى الهند خلال نفس الفترة بزيادة بلغت نسبتها 86% لتسجل 3 مليارات و520 مليون دولار في حين سجلت واردات مصر من الهند 3 مليارات و740 مليون دولار بزيادة وصلت نسبتها إلى 65% ومن بين أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية و. منتجات تقطيرها إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية والأسمدة والملح والكبريت والقطن وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين قام 15 وفدًا يمثلون 600 شركة هندية بزيارة إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة كما وقعت شركات هندية اتفاقيات للتوسع في مجال الهيدروجين الأخضر هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والسياحة، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.